مش العدو الاول لمصر. دي بؤر الحرائق اللي على الشاشه، اتفضل يا شيخ مصر. مش العدو الاول لمصر اللي هو عدو مهادا، يعني في فرق بين عدو محارب وفي فرق بين عدو مهاد. اسرائيل بالنسبه لنا بيننا وبينها معاهده اسمها معاهده السلام، بتجعله بالنسبه لنا عدو مهادا، في هدنه بيننا وبين بعض. نعم، بموجب الاتفاقيه. بموجب الاتفاقيه، هذه الاتفاقيه تحول بينك وبين الشماته فيهم، ده رقم واحد. رقم اثنين، اذا ما كانش اسرائيل هو العدو رقم واحد زي ما انا شايف كده، امال مين العدو رقم واحد؟ ده احنا وكستنا ده احنا في مصيبه سودة. ده انا قاعد طول النهار اقول جاتنا وكسه احنا واللي معانا دول كلهم اللي مش فاهمين حاجه دول كلهم. هي اسرائيل دمرت لك او عملت فيلم مسيء للجيش المصري زي ما عملت قطر؟ اسرائيل ذبحت احد الشيوخ كده في سيناء على مرأى ومسمع الجميع زي ما عمل اخواننا بتوع بيت المقدس وبيت معرفش ايه وبيت ايه؟ هي اسرائيل باعت نسائنا في الاسواق زي ما شفنا اللي رافعين رايه لا اله الا الله وبيبيعوا نسائنا في الاسواق؟ اسرائيل ضربت لك السياحه زي ما قطر وتركيا تعاونوا وتامروا عليك عشان يضربوا لك السياحه؟ مين العدو دلوقتي لمصر؟ مين العدو الاول لينا عشان نرتب اولوياتنا؟ وان كنا نتكلم بصراحه ومحدش يزعل مني. لا محدش مش يزعل. معنى ذلك ان اسرائيل مش عدو، لا اسرائيل عدو. ونتمنى ان احنا في يوم من الايام نحرر المسجد الاقصى ونعيد مره اخرى الى ملكيه نعم. العرب والمسلمين والمسيحيين. انما انتوا سايبين اردوغان اللي ضرب لكم السياحه، يا اخي ده اللي خسرته مصر من ضربه اردوغان للسياحه اضعاف 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 اللي خسرته اسرائيل من الحريقه اللي شغاله دي لو استمرت سنه. ده اللي خسرته مصر من مؤامره قطر في اثيوبيا أكثر اضعاف 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 اضعاف، اقعد قول اضعاف 20 سنه الخسائر بتاعه اسرائيل في الحريق اللي حاصل دلوقتي. ده اللي عملته قطر وقناه الخنزيره بتاعتها فيلم منتج بالكامل على حسابهم للإساءة للجيش المصري. هل إسرائيل في مرة عملت لك إساءة للجيش المصري؟ أنا كنت أتمنى أن تشتعل هذه الحرائق في قلب أردوغان وفي قلب تميم نفسه، وساعتها نكبر ونقول الله أكبر، هلك الله أعداءنا، لأنهم أعداءنا.